برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته عن بعد. وفي مستهل الجلسة أعربت معالي رئيسة مجلس النواب وبمناسبة يوم التمريض العالمي الذي يصادف 12 من مايو عن بالغ الشكر والتقدير للممرضين والممرضات على جهودهم الإنسانية والمهنية وما يقدمونه من خدمات جليلة ومسؤوليات نبيلة وما يقومون به من عمل مضاعف في الخط الأمامي في ظل جائحة كورونا والوقوف المباشر من أجل معالجة المرضى. عقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: استعرض المجلس في جلساته الردود الوزارية على الأسئلة النيابية حول الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإطلاق صندوق السيولة وإجمالي متأخرات اشتراكات التأمين المستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي. بعدها ناقش المجلس تقارير اللجان النيابية بخصوص المشاريع بقانون، ووافق على مشروع بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.